ان شاء الله. ايمن، مباراه صعبه ومباراه مهمه، والهلال جاي يكسب. الهلال اللي انا يعني انا بتابع المواقع في السودان، في اخواتنا في السودان بيقولوا ايه، وفي نادي الهلال كل يعني يقول لك لا لازم نروح ونكسب النادي الاهلي، وعايزين نلعب ان احنا نكسب النادي الاهلي، وعايزين ان احنا نصعد ونتاهل من خلال من القاهره ومن النادي الاهلي. كيف يمكن النظر لهذا الامر؟ بمعنى موسيماني هيبص للموضوع ده ازاي؟ هتبقى مباراه زي اي مباراه بيلعبها موسيماني، ولا هيخش لها بشكل مختلف؟ لا طبعا المفروض ان يبقى فيه يعني طبعا النادي الاهلي عنده فرصتين، الهلال عنده فرصه واحده. أوكي. ولكن النادي الاهلي لازم يلعب على فرصه الفوز، يعني ما يحطش في دماغه ان في فرصه تانية اللي هي التعادل او اي امر اخر، لان زي ما شفنا الفرق السودانيه ممكن في لحظه بتفوق وعندها سرعات غريبه وبتعمل جمله تربك لك الدنيا ويدخل فيك هدف زي ما حصل مع المريخ بالظبط كده، يربك لك حساباتك. فلا النادي الاهلي لازم يلعب على الفرصه الواحده. أأكد على كلام كريم حاجه، ان هم دايما طبعا ده ديربي بالنسبه لانديه السودان لما بتيجي تلعب مع النادي الاهلي، فهم بيعتبروه ديربي، مباراه خاصه طبعا. يعني الهلال مثلا اتغلب من سان داونز رايح جاي، ما سمعناش هذا الكم من التصريحات قبل المباراه. يمكن المفروض مباراه سان داونز اللي هم كان سان داونز عندهم في السودان هي اللي تبقى يعني اكثر سخونه بالنسبه لهم، لان هي دي اللي هتديهم الفرصه ان هم لما يلعبوا مع الاهلي. الماتش 4-2 توصل، الماتش 4-2 وخسروا والامور كانت عاديه، وسان داونز كان مطرود منه واحد وخسروا 4-2 والحياه كانت عاديه. فالهلال السوداني اخر مباراه لعبها في القاهره نقدر نقول هو كسب فيها النادي الاهلي كانت في 2004. ما كسبش اي مباراه تاني الاهلي في القاهره كانت 2004. دي كانت دور 16 استمام جوزيه، تعادلنا هناك 0-0 و هو كان الماتش اعتقد الماتش الاولاني كان هنا 1-0 كسبنا 1-0، وفي الاياب وائل جمعه لعب مهاجم كان حسن مصطفى موجود بس ده قبل ما تمام قبل لان دي كان الفتره اللي هي قبل 2005 اللي هي كانت التعاقدات حتى وقتها اعتقد دخلنا احمد رضوان وحسن مصطفى كان ابو تريكه ما ينفعش يتسجل، وكان في لعيب برازيلي ما ينفعش يتسجل بينيو بالظبط كده، فكان احمد رضوان عشان كان في عجز في الباك اليمين في النادي الاهلي تسجل، وحسن مصطفى الوحيد اللي تسجل برده كان ده الشروط. فدي اخر خساره للنادي الاهلي من الهلال السوداني في القاهره، نتمنى طبعا ان هي يعني ما تحصلش. عايز اخد برده من كلام ايمن كابتن اسلام حاجه نقطه مهمه من مباراه الذهاب. طبعا نادي الهلال في بدايه دور المجموعات ده الامال اللي هم كانوا حاطينها على جواو موتا، وجواو موتا مدير فني كويس طبعا بيشتغل بشكل كويس جدا، وعمل فرقه كويسه وعمل فرقه بتلعب كوره حلوه، وشفنا مباراه الذهاب فعلا الشوط الاول عمله قدامنا شوط مميز. نادي الهلال في الشوط اول 45 دقيقه قدامنا ويطبقوا طريقه 4-3-3 بشكل جيد جدا. ياسر المزمل واحد من الاجنحه السريعه جدا 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 جدا، اوراق هجوميه قويه جدا في نادي الهلال السوداني. طبعا ساعتها لو حضرتك تفتكر كنا احنا برضو في نفس الشيفتنج من المونديال وهوبا نروح نلعب الماتش بتاع سيمبا بتاع كل سنه ده، كنا قلقانين من الماتش ده ولعبوه الساعه 3 العصر. فنادي الهلال هو فوق اعتقد فوق يا كابتن اسلام بالهزيمه اللي تلقوها من نادي المريخ في في الماتش الاول ما بينهم اللي هو 2-1 كان بالظبط في استاد السلام. الماتش ده هو اللي اعتقد حطهم على الارض، بداوا يشوفوا الواقع ان هم كانوا راسمين صوره كبيره جدا جدا جدا. نادي المريخ برضه كان راسم صوره ان هم يعني صارفين كتير، صارفين فلوس كتير قوي على التعاقدات، صارفين على الجهاز الفني، وكانوا حاطين امال كبيره. فبالتالي احنا مهم جدا جدا ان احنا نشوف الشوط الاول اللي كان في السودان ونتعلم منه، عشان في وجهه نظري ربما نادي جواو موتا بكره هيحاول يكرر ال 45 دقيقة الأولى اللي عملها، هو عملها بشكل كويس، الشوط التاني يعني لعبنا أحسن من الشوط الأول لما قفشة نزل لو حضرتك تفتكر، وكنا بادئين العارضة كمان بتاعت قفشة اللي في الآخر ممكن تخلص. لا واحنا برضو نفس الفكرة أيمن، بدأنا ب 4-3-3 والشوط التاني عشان موسيماني لقى الدنيا مقفلة شوية ما بنهاجمش، راح منزل قفشة وبدأ قفشة فعلا ياخد الفرقة من ورا لقدام. فأنا أتمنى إن احنا نعكسهم بقى، هما بيسعوا نبدأ الشوط التاني بالظبط، احنا نلعب بنسيستم الشوط الثاني. مهم قوي قوي ان احنا بكره باذن واحد احد نلعب بطريقه اقرب ل 4-3-1 وننزل نكسب. يعني خلي بالك الاسلام نقطه مهمه قوي، الفرقه اللي بتلعب على فرصتين في وجهه نظري موقفها اصعب من اللي بتلعب على فرصه واحده. صح، اللي بيلعب على فرصه واحده خلاص جاي ما عندوش حلول اخرى، عشان كده انا بحذر بالظبط، عشان كده من اول الحلقه صح. انا عمال احذر صح يا جماعه، الاهلي لا يملك الا فرصه واحده صح. انا عارف ان هو يملك فرصتين أيوه. طبعا صح. لكن انا بقول ان الاهلي دايما بيلعب على فرصه واحده وهي المكسب، لانه صدق يعني صح. الواحد في رجليه في الملعب فعارف طبعا انه
لما يبقى عندك فرصتين بتبقى الدنيا ايه بتوزن، لو دخل في توزن بقى لغايه لما بقى يجيب جول بالظبط، تلاقي نفسك تلاقي 90 91 92 صح. حاليا النادي الاهلي كمان الفتره اللي هي يعني هاخد من كلام كريم حاجه مهمه، موضوع التسجيل المبكر ده مهم جدا. يعني في الدوري النادي الاهلي كنا استعرضنا معاك قبل كده كابتن اسلام في كذا حلقه ان النادي الاهلي في الدوري صلح الحته بتاعه مظبوط الاهداف اللي هي في الشوط الاول في الدقائق الاولى، بقت الربع ساعه الاولى في الماتشات بتاعه النادي الاهلي بقت هي الاكثر تهديفا. صح. دي في افريقيا السنه دي قليله مش موجوده يعني.